ماما تقطع لك شعرك انتي يا كاري وهادي كاري ولبسو كلنا بحال بحال كنتشابو ونصبغو شعرنا واخا ماما ما غاداش تبغي ولنا باقيين صغار. السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد. التحدي ديال اليوم ليا غير انا بوحدي، عرفتوا شنو هو؟ هو غادي نغير الشكل ديالي 100 درجه، وانا متحمسه لهذا التحدي هذا، واخا ما عارفاش واش غادي نبقى كما انا ولا غادي نتغير يكون شي تغيرات. كنت باغا نصبغ شعري في التحدي نديرو نصبغو، ولكن ماما ما بغاتش، قالت لي تتكبري. خليكم مع الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه باش يوصلكم اي جديد حنا كنديرو. خليكم مع الفيديو. انا كنت باغا نغير الشكل ديالي 180 درجه، ولكن ماما ما بغاتش، قالت لي انت باقا صغيره. شوفوا نجلاء مقلقه، مالك يا نجلاء؟ بغيت انا نغير شكلي. انت مازال صغيره. ما مغيرهاش. ما راه ما غيرها الشكل ديالها. ودارت النظار. على اللي دار النظار غير الشكل ديالو. وزمع الشعر هاك ولابسه بودي ولابسه الصورات، وانا ملبسه لي غير كسوة. حيت صوتك زوينه. صوتك انا زين معاها. بغيتي النظار؟ يلاه صافي. هانت غيرتي الشكل. صافي شوفوا نجلاء غيرت الشكل ديالها 180 درجة. شو نجلاء كي ولات؟ برافو نجلاء. يا صافي دابا غادي ندوزو لميساء. دابا غادي ندوز للمرحلة الأولى اللي هي تقشر البشرة. غادي ندير على وجهي عندي هنايا غسول وصابون البلدي مع الماء طايب، وكيولي الشكل ديالهم بحال هكا. غادي انتما عارفيني انا مشيت للبحر ولا بيسين وجيت بدا كيتقشر وكحال، مازال شي وحدين باقي ما تقشروش. غادا نديرو انايا باش غادي يقشر لي وجهي بكامل ويخلي وجهي صافي وابيض. وهاد الوصفة هادي طبيعية، ننصحكم ديروها. شوف كنحس بيه حرش. غادي نخلي 15 دقيقه في وجهي وغادي نرجع معكم وتشوفوا كيفاش ولا. نمشي نخلع المرام ونجلاء. هادي جايه لي خايف، هادي مسوقهاش كتفرج. صافي الماسك. انا ما كنخافش، ولكن الا كنظلم غادي تخافي. باش نغير شكلي 180 درجة، باش نغير شكلي 180 درجة. هي المرحلة الأولى. ولي بيضاوو. ما خافوش نجلاء، خافت شوية أنا تحبلي يخافو. أنا غنية ميساء ميساء دايرة الماسك وهي كتبكي واحد وبغيتي ترزع ليا وحبيبتي وداها كريم ومخططة بتحكم وكوسي مازال في العالم وانا مازال مع بنتي في المصر. الوحش لا 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 يلا الوحش يا رجيا زين وقدرت نهضر ونضحك. وجهي ضرني ملي درتها. امشي مالك يا مالك مالك نظري قولي لي مالا ما مالهاش، قولوا لي المتابعين مالا. النتيجة كان في الأول وجهي فيه القشور وحرس، اما دابا ولا رطب وتحيد منه كاع داك القشور اللي كان فيه. شوف دابا غادي ندوز للمرحله الثانيه اللي هي غادي ندير شعري. عندي هنايا جوج صفار ديال البيض بوحدهم وهذا نسكافيه والزيت البلديه.
غادي نخلطهم وعاد غادي نديرهم بشعري. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. أصدقائي غادي نخلي الساعة وعاد غادي نغسل. قداش نصبر أنا يما باغا نغسل دابا وخا راه هو راه كيعطي هاد الوصفة تاهي كتعطي اللون كتعطي اللون في الشعر مراغو و كتردو زعما فين رطب رطب شوية. ما عرفتش انا كيفاش نشرح ليكم. غادي ملي غادي نخلي نص ساعه غادي نرجع ليكم اصدقائي. دوشت وساليت ودرت هذا في راسي لحقاش غادي نمشي للصالون باش ما يضربنيش البرد ملي نكون غادي في الزنقه. يلا معايا المرحله الثالثه. عارفه دابا انا خايبه ولكن ملي غادي نتقاد غادي تشوفوني كيفاش غادي نولي واش غادي يمكن غادي نعجبكم ولا ما نعرف. لا حطيت على اللعبه ديال نجلاء ما لقيتش فين نحطها. عندك كتخبط على الايطار؟ لا لا. واو الاحمر ديالو زوين. واخا خرجت على الايطار الشكل النهائي. قولي كيف جيتكم؟ واخا ما عرفتش نصبغ مزيان تغيرت ولا لا؟ تغيرت انا لا انا ما عرفتش كاع واش كاين شي تغير ولا لا. كاين تغير We've got to fight to find a way. Dare to fall to find. غادي ندوزو للبسة الثانية. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me. Don't you find a way that we can live a better day. قولوا لي كي جاتكم اللبسه الثانيه. انا عجبوني الجوج. غادي ندوزو دابا اللبسه الثالثه. هذه هي اللبسه الثالثه. قولوا لي كي جاتكم. عجبتني سهلية. يلا ندوزو. تغيرت ولا لا؟ تغيرت ولا لا؟ أنا جاتني اللبسة الأولى هي اللي حسن عجبتني هي الأكثرية. هادو تاهما ولكن الأخرى أكثر. غادي ندوزو للبسة الرابعة. خمسة. هذه هي اللبسة الخامسة. وهي جاتكم عجبتني هاد اللبسة. هادي عجبتني هي والأولى عجبوني بزاف ولكن خصيصا كيعجبني هذا معرفتش علاش.
الكولور ديالو والستايل كلشي زوين. غادي يجيو معاه تاع المضادر هادو. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day. هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. وقولوا لي واش تغيرت ولا لا. جاي تغيرت أنا غير شوية. متنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناة باش يوصلكم اي جديد حنا كنديروه. وبسلامة.